SOS Médecins, bonjour. على مدار الساعة ترد المكالمات على هذا المكتب، اتصالات تطلب الاستشارة الطبية أو التدخل المستعجل لفحص أو إنقاذ مريض من ضائقة صحية. خدمات الفحص الطبي المستعجل تنطلق من اتصال هاتفي يليه استجابة فورية لطاقم مكون من طبيب ومسعفين ينتقلون إلى حيث يتواجد المريض. اون فوا كيكون الاتصال ديال المريض بسبب يعني من المريض شخصيا او من العائله ديالو، دونك كتكون لا ريسبسيون او نيفو ديال لو ريسبسيونيست كياخذ الاتصال وفي نفس الوقت كيحاول ياخذ المعلومات اللي يقدر ياخذ في حال الحاله ديال المريض، واش حاله حرجه خطيره او لا حاله عاديه. هكا كنقدروا تكون عندنا واحد الفكره قبل ما يكون لو ديبلاسمون باش نعرفوا حتى المعدات اللي نقدروا نحتاجوا. يعني حالة خطيرة كيكون فيها خص تمشي السيارة ديال الإسعاف، يكون بيان إيكيبي يعني بكل المستلزمات ديال المستعجلات. كتحس بتبوريشة؟ الإغاثة الطبية المستعجلة خدمة صحية تقدم من طرف مجموعة من الأطباء على مدار الساعة، انطلقت بداية الأمر في الدار البيضاء قبل سنوات ليتم تعميمها على عدد كبير من المدن، حيث يتم تقديم الاستشارة والفحص الطبيين في مقر سكن المريض، وفي حال تطلب الأمر يتم نقل الحالة بشكل مستعجل إلى منشأة صحية لمزيد من الرعاية. في المغرب ما كاينش هذا لو سيرفيس ديال ليزورجونس ادوميسيل. اي واحد اللي مرض في الدار او لا طرا ليه شي بروبليم في الدار خصو يعيط على لي بومبي، ولي بومبي عليهم الدرك مقارنه مع لا بوبولاسيون اللي كاينه في المغرب اون جينيرال سورتو في المدن الكبرى. الوغ حنا درنا هذا لو سيرفيس هذا باش نعاونوا هاد لي بومبي باش نحيدوا عليهم هذوك لي كونسلطاسيون او لا لي زيرجونس اللي قدروا حنايا نجيريوهم باثمنه بطبيعه الحال تفضيليه بزاف. حنا لو سيرفيس ديالنا كنصيفطوا طبيب الى شي واحد اللي مريض في الدار، امراض اللي كتكون بسيطه اولا تقريبا متوسطه، الناس اللي مرضين بالرواح، الناس اللي مرضين بصداع الراس، الناس اللي عندهم كلاو شي حاجه ضرتهم في المعده، الناس اللي يعني السيرفيس ديالنا كيحيد على لي بومبي هذاك العبء ديال انه يديبلاصا على شي حاجه اللي نروح نجيريوها. الحالة الصحية للشاب تطلبت نقله إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات ومعرفة سبب صعوبة التنفس التي يعاني منها. كان عنده مشكل ديال التنفس، يعني كان عنده واحد القصور في التنفس ديالو. هنا في هذه الحالة كيكونوا يعني عدة أمراض اللي يقدروا يعطيونا هاد الحالة هاد يعني هاد لي سامبتوم. هنا كيبقى خصنا ضروري نديروا يعني الفحص بالأشعة باش نشوفوا واش العلاقه ديال المرض ديالو عندها علاقه بالرئه او لا مثلا بالقلب او لا كاين يعني امراض اخرى اللي نقدروا نبحثوا عليها، وتكون يعني لا كونديتا تونيغ ديالنا فيزافي المريض ديالنا تكون بيان ايتابلي. وتمكن خدمة المساعدة الطبية في حالة الطوارئ الكثير من المرضى من اقتصاد جهد التنقل إلى المستشفى أو الطبيب واستغلال وقت قد يكون فارقا في إنقاذ حياة مريض.